ان هي زي الولد. ايه وانت يعني رضيتي لنفسك انك تكوني زي الولد؟ انا ابوي يبيني زي الولد، مش انا اللي وانت بالرغم. وين من هذا؟ وين؟ انت بنت. انا بنت. بكيف بوك انا يبيك؟ بنت، انا بنت. نعم. بنت الدولة. باه. الدولة. قبل ما تكوني بنت الدولة يا نهلة. لحظة استطاع. تفضل. انا بنت الدولة. باه. لولا الدولة لها الأحقية ان تتابع النزيل اللي عطينا كفالة، صح ولا مش صح؟ هذا من الدولة لك الحق تتابع، اوكي. باي. انت وين من هذا؟ كيف وين من انت وين؟ انت بنت، فرد ترفضي. انا طفلة، شنو بنرفض؟ عيلة، شو ما زال بنرفض هذاك الوقت، يمكن عمري في 8 9 سنين انا. باهي انت باهي طفلة وعايلة، ما تقدريش تقولي نبي قفطان، نبي بامبلة. ما فيش. ليش ما رفضتيش؟ ليش ما رجعتيش للدار؟ ليش ما طلبتيش؟ من ناحية اللبس، كان لبس انا نلبس. انت تبيك. من لبس انا نبي. ايه. لكن كقص شعر وكخدمة في قهاوي، كخدمة في ورش، كخدمة في، لا. ما نبيش. ما تبيش هيك. تبي تكوني بنت في الحوش او تقري؟ كملتي قرايتك؟ لا. ليش؟ وصلت لدار رعايه البنات بعد وفاه الكفاله، الغولي القرايه. باهي انت وصلتي عمرك قداش؟ سلموني البيت الاجتماعي، بيت اجتماعي ما فيش قرايه. باهي قبل البيت الاجتماعي انت كم عمرك لما سلموك لدار رعايه البنات؟ والله يمكن في حدود 12 13 سنه. 12 13 سنه ممكن تكوني. ايه بكيف ما كملتيش قرايتك؟ وصلت لدار رعايه البنات، حولوني على البيت الاجتماعي. ليش حولوك لدار البيت الاجتماعي؟ بسبب اني نكون بالتقارير تاع الطبيب الشرعي اني بنت او غير بنت. كيف بنت او غير بنت؟ يعني بنت بنوته ولا؟ انت عمرك 12 سنه. ولا يا هذا دماغ ضمان. عمرك 12 سنه يبي يعرفوك هل انت؟ يعرفوك. احنا ما نبوا باش نعرفوا انك انت مثلا رفعوك للبيت الاجتماعي باش يعرفوك انك انت عذراء او لا. ايوه. بهي انت عمرك 12 سنه 11 سنه. 12 سنه هل كملتي سن البلوغ؟ سن البلوغ كملتها في البيت الاجتماعي. بهي كيف على اي اساس يرفعوك انت؟ رفعوني 9 تقارير طبيب شرعي باني انا بنت بنوت. باه. وما صدقوش دار رعايه البنات، وكان ماسكها، نقدر نذكر اسماء؟ ما فيش داعي نذكر اسماء توا. نعم. كانوا ماسكينها مدراء. نعم. واعتذروا عن رجوعي، ولما سلموني بيت اجتماعي المفروض يسلموني عن طريق النيابه. نعم. ما تسلمتش عن طريق النيابه. بشنو؟ عن طريق شنو سلمتي؟ عن طريق صندوق الضمان الاجتماعي للتحاليل الثلاثيه باني انا مصابه او مش مصابه. أه. واني انا بنت بنوت او مش بنت بنوت فقط. والتحاليل شنو طلعت؟ 9 تقارير عند البيت الاجتماعي. وين التقارير؟ عند البيت الاجتماعي. وليش ما تاخذيهمش لك انت؟ مش هذه الحاجه. ما يعطونيش. ليش ما يعطونيش؟ انا بحث اجتماعي على اسرتي، ما بوش يعطوني، يهربوا من الملف بتركينا لتركينا. كيف يهربوا من الملف؟ ما يبوش يعطوني اسرتي. مين اللي يهرب من الملف تركينا لتركينا؟ اخصائيات ضمان. اخصائيات الضمان. انا ما قدمتيش شكوى انك تاخذي ولو حاجه على نفسك؟ تقاريرك، تحاليلك، هذه حاجه تخصك انت. هم دوله، انا شيء؟ انا فيما سبق قالوا لي تعالي جيب حواجك نسكنوك ونديروا لك سكن. خذيت شكاره فيها حواجي من لا محمد رسول الله اللي تو كنت تابع فيه من السكوليوات، ومشيت للضمان لقيتهم وطي لي سياره المركز، سلموني للبيت الاجتماعي. معناه يتبعوا فيك ويعرفوك. هروب من البيت الاجتماعي. هروب من وانت هربتي من البيت الاجتماعي. ليش هربتي من البيت الاجتماعي؟ لان مع سجن. انا مانيش، ما عنديش ذنب، ما عنديش قضيه هذيك. باهي اما افضل لك تقعدي في مكان تاكلي تشربي مستوره، ولا تمشي للسكوليوات؟ بغى اللحظه. انا انسان نبي ناكل، تاكلي نبي نشرب تشربي، نرقد فقط. هذا بس اللي باهي. لما طلعتي للسكوليوات شو ديري؟ بغى اللحظه. ما انا بناقشك زي ما تناقش فيه استطاع. يلا تفضلي. مش هما يبغوا يسمعوا الحقيقه؟ يلا قولي الحقيقه. انت انسان من حقك الخدمه. نعم. من حقك القرايه. من حقك الترفيه. من حقك طلوع وخشوش. انا حاطيني كمأوى، مأوى من حقي نقرا نكمل دراستي، من حقي اني نخدم، من حقي اني نكون زي اي بنت في المجتمع، مش من حقي اني تسكر عليا في دار كاني، بعد احترامي ليك وبعد احترامي للشباب وحشاكم، كلب مسكرين عليه بسنس لو قفل، ماكل شراب نوم ارقد.